سوري ابو علي ما في مره واحده فصل لا هذا القطل قطل اي شكله قطع الواير الظاهر ايه سموحة قاطعناك ايه لا بسيطه بسيطه السعر ابو علي يعني نوصل لحد السعر ونشوف المفاوضه بس ان السعر هو باخر قرار خلاص انا حسمت الموضوع واقتنعت اني ابي اخذ هذا الموديل زين في عامل اخير يخليك انك يساعدك على قرار الشراء قبل لا تقتنع بالسياره نهائيا اللي هو شنو اللي هو موديل السياره الحاليه موديل يعني اذا كان مثلا اذا كان الموديل توه نازل اوكي ففي في في ناس تأيد الشراء في اول ما ينزل موديل صح. واذا كان الموديل بعد عمره الجيل البوينت 1 او الجيل النص الاول اول سنه اول ما ينزل موديل اول سنه يقولون لا خلينا نشوف شنو خراباته بعدين نشتري نطر له سنتين يوم بي يشتري بعد سنتين شنو يقول يقول لا باقي له سنتين ويتغير شكله خلينا ننطر الفيس ليفت لما يصير ولا الموديل كله يتغير هذا تحطم انا جاي له هذا موضوع الموضوع الخارجي هذا فاذا احنا بنتكلم شخص ويروح ومقتنع بالسياره القناعه بالنهايه في قرار الشراء انا شخصيا السياره اخر يوم لها باكر راح ينزل موديل جديد ما همتني ابيها اخذها صح. انا بالنسبه لي هذا انا سويته ما عندي مشكله انا اشتري السياره لاني انا مقتنع فيها واشتريها لاني معجب فيها لكن هني يجي القرار القرار النهائي مو القرار اللي هو على قولت المفاوضه بالسعر يعني السياره خلاص باقي لها يوم واحد او تم اعلان على الجيل الجديد زين انا هي اتفاوض مع الوكاله اقول لهم يا جماعه ترى السياره مثلا الموديل الفلاني نازل موديل جديد اعطوني عرض اعطوني سعر افضل من السعر اعطوني ابو علي الله يعطيهم العافيه للامانه شهاده لازم نقولها بحق مركز بورشه الكويت انا سنه 2010 نص 2010 يوم شريت سيارتي ترى قالوا لي قلت لهم تقريبا متى راح يتغير ترى اغلب الوكالات لو بعد شهر بيتغير يقول لك والله ما ادري مركز بورشة الكويت قالوا لي ترى نهاية 2011 راح يعلنون عن الـ 991 وراح تنزل بداية 2012 قالوا لي إياها قلت لهم لا ما يخاف أنا شري إيه يعني هو بالنهاية القرار راح نتكلم على المؤثرات الاجتماعية اللي قاعد تأثر بالقرار اللي هو لا انطر السيارة أول شيء عليها خرابات بعدين انطر ريكول بعدين لا تعدي ثاني سنه يبى السنه الجايه بينزل فيس ليفت بعدين ينزل يبى ما بقى شيء عليه سنه ونص ينزل موديل جديد خلاص ما شريت سياره انت ما شريت انت ما شريت سياره ما شريت صح فانا شنو اقول انا اقول اول شيء قلنا المعلومات بعدين تروح المعرض بعدين تقتنع بالسياره بعدين تتفاوض بالسعر اذا كانت السياره موديلها جديد ولا اذا كانت السياره موديل نص عمر ولا اذا كانت سياره اخر موديل الحين هني على ال انا بس لو تأذن لي ساعات ودي اتكلم بمصطلحات زين عشان اوصل المعلومه شويه حق الناس عندي. روح ابو علي روح لا روح. لا يعني ساعات في شيء انا ترجم عقول ساعات في عقول نوعا ما صغيره ما تفكر بمنطق بقرار الشراء يجي سياره توها نازله صاير عليها اعلان واول دفعه انزين وصاير عليها اعلان ان هذا الجيل الجديد و و و و اليوم شنو اليوم يا عرضوا هذه السياره لو نفترض كاريرا كايمان باناميرا كاين ايا كان عرضوها بمبلغ وقدره خلينا نقول 30,000 اوكي الريال يا اقتنع بالسياره وكل شيء وشافها تبيعون ب 20 شنو هذا ليش لا شنو يقول لا هو كذي خلاص بس هو يبي يصير نفس يبي يسوي نفسه ذكي ويعطيك مبلغ شوفوا 20 هذا تشيكي وامشي اذا عاجبكم دقوا علي شنو ريال ما يطر منك اي والله زين انت تفاوض معاه ترى على فكره سالفه المكاسر
بالطريقة الغير منطقية بالدول العربية فقط موجود. بالدول الأجنبية والحضارية والمتقدمة ما في سالفة المكاسر هذه اللي موجودة. ولا أنا أدق على فلان وفوقه يدق على المدير. يا بقول لك يفشلك. يفشلك. أدق على فلان ويدق على المدير ويدق على ولد خالته عشان يدق على صاحب الوكالة اللي نسيب مادي منه، وكل هذا على شنو؟ على 150 دينار ولا على 300 دينار. واخر شيء لما ينزلها زي ما يصير بعد 100، ما يصير. لا 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 يقول لك ابي فل حمايه بعد عليها. الحين هاي الهبه الجديده عليها الحين هذه الحمايه. اي هذه الهبه الجديده، عطني فل حمايه ولا عطني سيرفيس مجانا ولا عطني كفاله سنه زياده. يا جماعه في منطق، في شيء اسمه سعر معلن وفي شيء اسمه مارجن. الوكاله مو على كيف تحدد الاسعار والمارجنات على كيفهم. ترى على فكره لو انا احط نفسي مع علاقتي، فرضنا مع احترامي ونمسي عليه بالخير عبد المحسن بابهاني او والده الله يحفظه ابو عبد المحسن، اذا انا كانت اي علاقه قرابه ولا صداقه قريبه ولا ايا كان، زين، وجيت انا خذيت من عندهم سياره واعطوني اياها 50% خصم لو نفترض، وانا جيت قلت لك انت يا عبد الله وانت جيت قاعد بالديوانيه تصدق فلان الفلاني خذها من الوكاله 50%، ترى على فكره انا متاكد 100% ويسمح لي اني انا اقول بالنيابه عنه، ترى الفرق يدفع من جيبه هو، مو معناته انه هو ربحان بالسياره 50%، ترى هو قاعد يعطيك اياه اندر ذا كوست عشان مثلا هديه لك انت بار ايا كانت المناسبه، بس هذا راح يندفع على حسابه. هذا بالبزنس عامة. كاهو عبد المحسن كاهو موجود لايف وياك. يعني اسمح لي عبد المحسن، انا قلتها لاني انا لا رايتهم بيضاء والله ما هم مقصرين. اي يعني ساعات 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 لما الواحد يجي له يقول له كلم فلان خلي ينزل لي خصم، ايش دعوه اعطاه فلان؟ ما يخالف اعطاه فلان، هذا راح يدفع من جيبه. بس انا مو معناته انه والله انا منزل من سير سعر التيربو فرضنا 15000 دينار راح انزل حق الكل 15. مشكلتنا مجتمعنا صغير، ثلاثة أربعة يتكلمون ينشرونه بالدواوين، خلاص تصير هي الظاهرة الجديدة والهبة الجديدة. بهبهاني يعطون 12000 دينار خصم، زين ما يصير يا جماعة، والله ما يصير. وعلي مو بس كذي حتى بالسيرفس، يعني مرات يكون مثلا انه يبي برك يبي شيء كذي معطيك خصم يروح هذا اللي معطيه خصم يروح حق رفيجه، شو سويت السيرفس والله المبلغ الفلاني، انا فرق بيني وبينك شلون هي مبارك مو شطارة. خلاص يعني هذا هي مو شطاره والله بالنهايه هي مو شطاره. ترى بامريكا اسلوب التفاوض ها في نسب معينه يتفاوضون فيها فقط لا غير، ما يقدر يتفاوض اكثر، ما يقدر يقول هاك تشيكي اذا عجبك السعر تعال دق علي. بو علي ولا انت بو علي في كلام غلط هني صار. ليش بورش المانيا ارخص من بورش الكويت؟ اتحداك. اتحداك. لا 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 انا اقول لك شيء عبد الله، بورش هي. المانيا ارخص، بورش امريكا ارخص من المانيا، بورش استراليا ارخص من امريكا. يا جماعه يجيب لي نفس المواصفات. لا مو بس كذي، وقول لي لا 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 في شيء ينقال له MSRP. MSRP يسمونه شنو؟ ماركتينج سجستد ريتيل برايس، اللي هو السعر السوقي المعلن في كل ريجن اقليم معين لهم سعر معلن غير عن السعر. خل المواصفات اليوم كاريرا 992 لو نفترض جبتها من امريكا طبق الاصل مواصفات الخليج، طبق الاصل نفس الكود نفس اللون نفس هذا، جيت وخذيتها بفرق مثلا 5000 ولا 6000 دينار، مو معناته شطاره امريكا قاعد يبيعون، ومع احترامي الوكاله بالكويت قاعد ينصبون ولا قاعد يزيدون بالسعر ولا قاعد يربحون. لا ترى هذه اسعار مفروضة من المكتب الإقليمي، المصنع يفرض على المكتب الإقليمي تبيع بهالسعر. في شغلة واحدة
اذا انا شريت كاريرا من الكويت سعرها اغلى من بالبحرين او بالسعوديه بفارق يسوى، مو تجيني تقول لي 700 دينار ولا 600 دينار بفارق 2000 فرق عمله هذا يسوى، اقول لك ايه معك حق. ديت الساعه لا وكاله الكويت قاعد تبيع باسعار غاليه، لكن تيجي تقارن لي وتقول لي هذا واحد مشاب جايب من المانيا ولا واحد مشاب جايب من امريكا سياره ارخص من الكويت ب 12000 ولا 10000 دينار، اقول له اي عادي شيء طبيعي. امريكا سواء بالسيارات بالسياكل بالطراريد بالطيارات بالمنتجات بالسلع الاستهلاكيه دائما سوق كبير. المارجن مالهم وعلي أقل. انا ما ادري عن امريكا، بس المانيا يمكن انت كلامك هذا يكون على فئه معينه مسوين عليها سيارات معينه مسوين عليها الدعم اللي انت قاعد تقول عنه. مو دعم انا مره رحت مو دعم لا لا عبد الله انا 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 مره انا مره رحت كنا انا ابو يحيى بعد تونا زايرين المصنع جبال المصنع اللي بشتوتغارت، شفت الوكاله اللي موجوده المعرض. جبال المعرض. المصنع ابد إيه. يعني لا تقول لي شحن ما شحن وما شنو سعرها، سعر السياره الجديده كان وقتها شنو كان وقتها الكايين او ناسي شيء جديد، سعره اغلى من سعر الكويت بلندن. يوم رحت الوكاله بماي فير ال 992 كم كان سعرها؟ 46000 كويتي. الفيديوهات موجوده بعد ليه الحين ما يخالف الدعم يصير على سيارات معينه. هو مو دعم، هو ام اس ار بي. هو شوف انا اقول لك شيء، وبعدين انت لا تنسى شغله مهمه عبد الله، يعني احنا لا نقص على بعض. يعني احنا لا نقص على بعض. اول شيء احنا دوله غير خاضعه للنظام الضريبي، بريطانيا دوله خاضعه للنظام الضريبي. لما انا اجي اطالع السياره في معرض بورشه وطالع السعر تحت اخر شيء، فهذا من زاد مضاف عليه 20% ضريبه، انزين، بالاضافه الى ضرائب ثانيه يفرضون على السيارات في بريطانيا. امريكا يحط لك سعر المعلن قبل الضرائب كلها. لما انت توافق على الشراء يضيف عليها كل الضرائب. لما انت تبي تصدر السياره بس كنا اذا بتشحنها ايوه اي اذا انت بتصدر السياره فانت يحط لك هذا السعر بلس بس الشحن، اوكي، فما يضيف عليك الضرائب، اوكي. في بريطانيا لا، القيمه اوريدي مضاف عليها الضرائب. في المانيا في كل الدول الاوروبيه مضاف عليها الضرائب. احنا ما عندنا ضريبه. فانا لما اجي اتكلم ففي كل دوله في لهم مو دعم، لهم تسعيره يسمونها تسعيره معينه، لان في عرض وفي طلب. ما دام في عرض في طلب في سعر يحدد العرض والطلب. اليوم احنا لو نلم الشرق الاوسط كله بفخفختنا وكل ساعه داقين لنا مواتر، انزين، لو نضيف نلمهم كلهم ما نعد على المانيا وفرنسا او المانيا وايطاليا، دولتين في اوروبا كنس عدد سيارات قاعد تنباع لنا. فاحنا شنو يعني ما نقدر نفرض على اي مصنع انه يتكلم. حتى ابو علي نقطه لا انساها بعد، تصدق حتى قطع الغيار انا موجود بعد بشتوتغارت، قلت خلي تشوف شنو في اشياء، خل اخذ لي خل هذا. والله رحت قلت لهم ابي سفايف، عطوني سفايف صغيره اقدر احطها بالجنطه، وهذا كانت سفايفي منتهيه. رحت كان اقول لهم، قلت لهم يبا كم سعر السفايف؟ تك 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 سعرهم 250 دينار. كان اقول ها والله كنا سعرهم زين. لحظه خل ادق على ابو عارف المنقذ، وادق على ابو عارف والله. كان اقول ابو عارف سيارتي كم سعر السفايف؟ كان يقول لي 246. متخيل؟ اي يعني لا شوف عبد الله، موضوع سالفه انه والله هذا ارخص وانا اجيب وامبورت وما امبورت كله بالنهايه ما يسوى نهائيا. اليوم شويه نوعا ما المصانع كلها شويه حاولت انه ايام قبل شنو كان في مواصفات وعلي هذا علي ولدك؟ هذا علي؟ إيه كان والله قاعد يعطي معلومات والله خوش معلومات. بعد إيه this intention was held
ستاندرايز برايس امونج لوكيشن، صح هذا يعني اللي انت قلته، هذا اللي يحدد المواقع كلها باللوكيشنز. ايام قبل، ايام قبل كانت السيارات وايد محددين لك اياها، اللي هي مواصفات امريكيه، مواصفات المانيه، مواصفات خليجيه، مواصفات يابانيه. اليوم، اليوم العالم كله قاعد يصير ستاندرد واحد. اللهم امريكا لحد الان متمسكه في الاميشن مالها مواصفاتها، بس لا يعني ان السيارات قاعد تتخصص لهم في مواصفات خاصه. ايام قبل كانت المواصفات الامريكيه دائما يعني 50% يمكن من 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 السياره تتغير بس حق مواصفات امريكيه. مواصفات اوروبيه ايام قبل راديتر اصغر، مكيف اقل، مش عارف ايش، مواصفات الخليج المكيف اقوى. هذا اللي اسمعه اقوى اليوم ما عاد فيه، يجيب لك من المانيا، يجيب من اي مكان. فالمصنع كتكلفه تصنيع صارت تقريبا تقريبا موحده بالنسبه لهم. احنا وايد دشينا على كوست اوف برودكشن لا لا بالعكس، الناس الناس متفاعلين ابو علي، احنا اي شيء الناس يعني متفاعلين فيه نكمل عليه. يبون معلومات يعني عن هالموضوع، اجيب من برا احسن ولا اخذ من الكويت احسن؟ وايد اسئله تجي. شوف شوف، انا اقول لك شغله واحده، انا احب اني اكون صريح. اذا انا، اذا انا اول تجربه لي او اول محاوله لي اني انا وكاله وادور على سياره باللون بالمواصفات، ابو علي هذا ابو علوه ولدك ساحب النت منك، ساحب النت منك قاعد يقطع. ابو علوه، ابو علوه ولدك ساحب النت منك. فاقول لك اذا 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 انا اول محاوله لي اني اروح الوكاله وادور على سياره بموديل معين، بمواصفات معينه، بلون معين، الوكاله ما عندها او الوكاله ما هي قادره توفر لي هذه السياره حتى من الطلبيات اللي جايه، ها، فانا يستسمحوني الوكاله اني اروح الجا الى وكاله ثانيه او الجا الى مكتب ثاني اني انا ادور، لاني انت عديت الوكاله اول خطوه اني اروح لها. اوكي، في هالحال اي والله روح اطلب من برا، اي والله روح مكاتب من برا، روح وكالات بالدول المجاوره، زين اسالهم واسال عن السياره اللي انت تبيها. لكن انت تخطي، تحذف الخطوه الاولى اللي هي الوكاله على بنا شنو والله سعرها؟ لا، انا موضوع السعر ما هو موضوع اساسي. هذا ترى كله كله اللي قاعد نتكلم عليه ترى موضوع السياره الجديده. السياره المستعمله تطبق يعني ابو علي تقول يعني الخطوه الاولى ابو علي، واحسن شيء الواحد اللي يبي يشتري سياره وعنده القدره انه يشتريها جديده يفضل انه هو يروح ويحط المواصفات اللي هو يبيها يطلبها. اتوقع بعد يعني ما تطول وايد، من 3 أشهر ل 4 أشهر، ل يمكن اذا وايد عليها دوس يمكن اقل 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 ماكسيمم اقل اقل عبد الله أي. اقل اقل أي. انا طلبت كم مره، اقل اقل جدا، ساعات تكون طلبيه في شغله لازم الناس تعرف لها، لان الوكاله، انا ما قاعد اشتغل بالوكاله لكن انا يمكن عندي معلومات شويه. الوكاله كل 6 أشهر أو 3 أشهر أو سنة في موديلات معينة يعطونهم كوتا. كوتا شنو؟ حصص أو عدد سيارات معينة، ها، يحجزونها حق مثلا وكالة بهبهاني بالكويت، أوكي، أو مركز بورشة الكويت، يحددون لهم أنتوا بالسنة تأخذون كذا كاريرا، أنتوا بالسنة تأخذون كذا تيربو، أنتوا بالسنة تأخذون كشف، أنتوا تارجا كذي كذي كذي. اذا انت اللي قاعد تبي تطلبها موجوده مع الكوتا بالحصه اللي موجوده، ها، فهو عباره عن بس مجرد ايميل يبعثونه بالالوان بالمواصفات، اذا ماكو شيء سبيشل بالالوان بالمواصفات، هم هناك اوريدي البرودكشن لاين شغال عندهم، يحطون الداتا وبس. ترى هي يعني تقريبا تطول اسبوع بالبرودكشن لاين، وبعدين الشيبينج هذا يلعب دور ثاني، ينطرون لما الشحنه توصل. فما اعتقد نهائيا ان تطول 3 أشهر، ترى ساعات تطول 35 يوم
يعني مو 42 يوم 42 يوم الشحن يوم. انا بقول لك ايه الشحن يبي له شهر تقريبا 35 يوم شحن بلس اسبوع اللي هو اللي هو تخليص الجمركي لا 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 الاسبوع اللي هو انتاجيه السياره بالمصنع البرودكشن فالبرودكشن يعني تقريبا 45 يوم 45 يوم او 42 يوم ولا شيء ها انت تبي تطلب سياره ثانيه موديلها مو موجود من ضمن الحصه او بي تي اس بتسوي بي تي اس لا البي تي اس موضوع ثاني البي تي اس هذا موضوع ثاني البي تي اس السياره تطلع من السياره تطلع من البرودكشن لاين وتدخل في الاكسكلوسيف مانيفاكتور وتاخذ دور في المانيفاكتور بالاكسكلوسيف مانيفاكتور الدور في الاكسكلوسيف مانيفاكتور حسب علمي من 3 الى 6 شهور الحين هذا حسب علمي وحسب وكالتنا اللي بالكويت في وكالات ثانيه يمكن اكثر في وكالات ثانيه يمكن اقل فلا تقارنون الثلاث اشهر لست اشهر هو يعمم على كل الوكالات في وكالات معينه تعطيهم المصنع يعطيهم دور يعطيهم كوتا على الاكسكلوسيف مانيفاكتور ولا البي تي اس اكثر انا اعرف واحد من الشباب عبد المحسن قاعد يقول يطول اكثر يطول اكثر بالنسبه حق سياره اللي مو مواصفات غير ولا الطلب العادي اذا انا ابي اطلب سياره عاديه موجوده بالكوتا اي هو اللي يطول اعتقد هو اللي يقدر يجاوب اذا سياره عاديه موجوده بالكوتا عندهم لون عادي مواصفات عاديه ما ادري هو انا حسب علمي يعني ما طول وايد لكن اذا سياره اكسكلوسيف او بي تي اس انا واحد من الشباب كانت الجي تي 3 برودكشن شغاله وكانت كان موجود الكوتا عند الوكاله لكن اللون خلاه ينطر 8 اشهر اللون واحد ما هذا لا اي بس انا ابو علي انا اقول اذا انت بتشتري سياره جديده ومن الوكاله وبتقط عليها المبلغ الفلاني تسوى النطره سياره العمر هذه خلاص بتصير فانطر عادي شو المشكله زين ليش ما يصير عندك خيار لا عبد الله ليش ما يصير عندك خيار انه يعني انت اليوم تقول يطول اكثر او سنه يلا اي مانيفاكتور او بي تي اس بي تي اس اعتقد ان هي سنه بي تي اس اتوقع لاني انا مره سالت على موديل معين بالوكاله قالوا لي اول شيء احنا الكوتا حق هذا الموديل ما عندنا فلازم ننطر بدايه السنه عشان ينزل لنا الكوتا فكانت على بدايه السنه تقريبا باقي شهر ونص شهر شهر ونص اوكي كان على حسب اللون مكتوب اوكي جت قال لي بعد الشهر ونص ناخذ كونفرميشن ان ناخذ اللون ناخذ الكوتيشن الكوتا بعدين نطلب لك السياره اذا انت تبيها اكسكلوسيف مانيفاكتور ولا تبيها بي تي اس تنطر من 3 الى 6 شهور دور من بعد البرودكشن دور غير فاذا هذه السياره تحتاج دور 3-4 اشهر اوكي فانت تنطر فوقه بعد 3-4 اشهر يعني تقريبا 8 اشهر الى سنه صح عدل اي حلو هذا ابو علي بالنسبه حق اللي مو يعني مو مستعجل على السياره ويبيها صراحه مواصفات وكذي انا شنو قلت انا قلت شغله واحده انا قلت ليش ما يصير عندك خيارات عشان لا تي لان احنا مجتمع وايد نحب ننطر الشارع شوف ما عنده اسود من داخل احمر شوف ما عنده يا اخي انت انا اقول لك شيء حط لك 3 خيارات انت لما تروح قول ابي هذا اللون هذا اللون هذا اللون اي واحد منا موجود والله هاللون موجود اوكي ماشي لا والله هاللون موجود لا والله ولا واحد منهم موجودين منو الاسرع والله هذا اللون جاي لنا بالطريق من داخل كذي يناسبك اما انت جاي في راسك على بنا سياره حلمك تبيها مفصله نفس الدشداشه اوكي انت تقدر انت تقدر تسويها نفس الدشداشه لكن بضريبه انك انت تنطر مو هم تبي مستعجل
وهم تبي السعر اللي على راسك زين واللي بمزاجك وهم تبيها بسرعه. لا غلط، لا لا، هذا التفكير غلط 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 جدا. فانا اعتقد ان لابد في تضحيات، اما انك انت تضحي بالوقت وتنطر. هذا يعني اخونا، هذا اخونا اضبطت وياه، قاعد يقول انا كنت محظوظ فصلت لي بالموقع كاريرا اس 992 اصفر، ولما رحت الوكاله قالوا لي نفسه بالضبط اللي انت مفصلها راح توصل بعد اسبوعين، يقول على طول دفعتها. طيب. شغلك صح، هذا محظوظ. اي صح. شوف يعني انا اعتقد اللي يكون فلكسبل بالالوان زين وايد وايد تجي للفرص، لانه ما شاء الله يعني بدون مبالغه وليس مدح، وكاله الكويت ما تقصر ولا تبخل بالالوان، ولا وفوق كل هذا ساعات تتجرأ ان تطلب الوان زياده علشان تغير الذوق، وهذه خطوه يمكن ما حد يلاحظها، هذه خطوه هم قاعدين ياخذون عليها ريسك وايد عالي زين، بس علشان يثبتون يا جماعه ترى البورش مو ابيض احمر اصفر اسود، لا البورش الوان. اللي يضرب على المثال هذا انا لحد الان ما انساها الفايبر جرين الباناميرا، تتذكرها؟ ايه ايش حالاتها ما شاء الله. بالبدايه اول ما وصلت شنو قال؟ من يبي ياخذ باناميرا خضراء؟ من صدقك؟ شنو كانت الجي تي اس ولا العاديه؟ في ثنتين يا وبعد شنو جي تي اس وعاديه؟ ما عندي فكره امانه، ما عندي فكره اذا هي باناميرا جي تي اس ولا عاديه، بس اللي اتذكره ان هي باناميرا فايبر جرين، اعتقد فايبر جرين. اي فايبر جرين انزين. اي مو لزرت في لا لا مو لزرت جرين. في الباناميرا السبورت توريزمو الكرايون اللي هي التيربو اس الهايبريد، تتذكرها؟ اوه اي اي اللي كانت معروضه في عند مدخل الفور سيزن يوم الاحتفاليه بالسبعين سنه. اي 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 انزين. هذه سيارات ترى والله مو سعرها 10,000 ولا 15,000 دينار، يعني الوكيل لما يضحي بسياره سعرها 71,000 دينار زين وقاعد يدخلها بالسوق بالكويت، شنو معناته؟ مو معناته انه هو قاعد يحاول كثر ما يقدر يغير من اذواق الناس، وهذه خطوه يمكن الناس يا عمي هو قاعد يفرض ذوق، لا لا بالعكس. الميامي بلو يوم اللي يجيبه على الكاريرا، يوم اللي يجيبه على الجي تي اس، يوم اللي يجيبه على سيارات ثانيه غير سيارات الجي تيز زين، هذه مو خطوه وايد جريئه. ترى الميامي بلو سبيشال كلر، ما هو كلر عادي ولا ميتاليك. صح. فانا قاعد اتكلم على في شغلات معينه يعني امانه ما يقصرون الوكاله انه يحاولون انه يغيرون، وانت حتى لو كان ذوقك صعب ولا انت بخاطرك انك انت تطلب لون سبيشال، راح 50% واكثر من 50% فرصتك انك تلقاه بالمعرض موجود. نفس اخونا اللي تو قال فعلا مواصفات والوان وما شنو كان يلقاها، هذه نية حق الثانية اللي انت مستعي. انت مثلا توك متوظف ومحتاج سيارة، ما عندك سيارتك يا وايد خراباتها يا مثلا خلاص، بس يعني ما تقدر انك تنطر عليها، فتضطر انك الحين لا انا ابي الحين السيارة اللي عندكم موجودة، هذا هني تيون تاخذونها، تاخذون السياره اللي موجوده، ومثل ما قال ابو علي ومثل ما قال اخونا عبد المحسن ما شاء الله في وايد اوبشنات راح تكون عندكم، يعني ما راح تلتزمون بشيء ستاندرد، ما شاء الله اللي قاعد يجيبونهم كلهم اوبشنات صراحه، يعني انا اللي شفتهم. اي شوف بالسابق يعني ترى على فكره موضوع الاوبشنات وموضوع السبيشال كلرز وموضوع ترى هذا مو قبل 15 سنوات، هذا انا قاعد اكلمك من متى؟ من الثمانينات. بهبهاني معروف من الخليج كان متميز بمواصفاته،
شوف الثمانينات كنا لهم قصة بال 928 أبو علي. نفتح الجرح شوية. كنا 928 عندهم سالفة مع الأوبشنات مالت 928. أي أوبشنات؟ كنا يابا ودفعة كنا يابا ودفعة قالوا هذه دفعة باباني كله اللكجري فل لكجري أوبشنز حاطين فيها الخشب غير ما أدري الجلد غير و... بال 928 الجي تي اس بالتسعينات من ال 92 93 94 السيارات اللي دخلت وكالة الكويت واللي انباعت كانت من اغلى من اغلى السيارات في العالم من حيث المواصفات والالوان والتميز في الخلطة ما بين اللون الخارجي والداخلي ونوع الخشب. كانت ال 928 جي تي اس انا ما انساها، كانت واحده من الالوان السبيشال اللي موجوده، يوصل سعرها تقريبا 38,000 دينار. 38,000 دينار بسنه 1994 انت عليك. وعلي بعد اذنك في صوره بحطها صورتك بعد اذنك. من وين جايبها؟ أنا أبي الضعف ما أبي السيارة. أي يا سلام. ها شوف هذا شوف هذه من ضمن السيارات اللي وكالة الكويت تميزت بفترة من الزمن اللي جابت اللون الخارجي مع اللون الداخلي نفس الشيء، جابوا وردي من داخل وردي، جابوا أخضر من داخل أخضر، جابوا حمرة من داخل أحمر، جابوا بيضة من داخل أبيض. بالجي تي اس قاعد تتكلم. هذا اللي الحين ذاكرة، بس في ألوان ثانية. تصدق أن في سيارة موجودة بالكويت موديل 95 من هذه من هذا الموديل، موديل 95 أوكي، كانت من آخر الموديلات. صاحبة السيارة طلبت اللون وصلت، وآخر شيء اكتشفوا ان هذا اللون عبارة عن limited edition. اوه يعني خصوصا بال 95 95 ثلاث ألوان نزلوا على هذه السيارة من الألوان المميزة، من ضمنهم لون اسمه أمازون جرين، يعني اللي هي موجودة بالكويت. حتى ابو علي يقولون يمكن ايام التسعينات. ليه سنه 2013 تذكر اللي هي ال 15th anniversary كانوا حاطينها، ترى موجوده جايبينهم هم حاطينهم اربع سيارات على ما اعتقد او اكثر. لا 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 تروح بعيد. وسعرهم نفس اي 997 تيربو اس. 997 تيربو اس موديل كم؟ 11 و12 13 صح عدل يعني. ها تو والله كان زين اقدر اطلع لك الالوان اللي موجوده واللي جابوهم الوكاله بالكويت، امانه الوان لا تخطر على البال يعني صراحه. شيء عجيب شيء عجيب، شلون خطر على بالهم يجيبون هذه الالوان؟ وحظ اللي كل شخص جرى السياره. انا عندي صور موجودة مصورة بالمعرض، معرض الكويت بالوكالة، وهي سيارة جديدة، بس ما أعتقد إنه بتليفوني. هذا أزرق سماوي من داخل أحمر خضرة، ألوان عجيبة غريبة. يعني إحنا هم نقول حتى حق الاخوان اللي يبون يشترون، حتى لو يبي الحين راح يحصل، طبعا راح يحصل بعد اشياء طبعاً. اشياء يعني تلقونها طبعا يعني أنا بالنهاية ما شاء الله بمواصفات. انا بالنهايه امانه بالنهايه اثق بذوق الوكاله، ما اروح اخطط بلون معين، بالعكس اروح اشوف. اذا انا مستعجل اروح اشوف الوكاله اقول لهم ايش عندكم الوان وشنو اللي جاي بالطريق. وايد وايد تي الوان او موجوده بالمعرض تغير فكرتي عن اللون اللي يمكن أيوة. كان في بالي. صدق
صح، بنفسجي داخل عنابي عدل، اصفر داخل اصفر، اصفر داخل اصفر، بنفسجي داخل عنابي. الوان الوان انا والله عاد مصور اللي كانوا عندك بالجراج هذا البيدياني، بس ما لازم ساعتين راح اقعد ادورهم. انزين ابو علي، المرحله الثالثه الحين نتكلم يعني عنها. الحين احنا قاعد نتكلم وايد على الجديد، المستعمل انا ابي مثلا، انا ابي تيربو، بس صراحه ما عندي 55,000، بس ابي تيربو. انزين اي، خلينا نتكلم على المستعمل لما نجدد ساعه. لا ترى انا لان اللي فصل ورد شبك يعني بعد عندنا ربع ساعه قدام. اوكي تمام. اي عندنا بعد ربع ساعه. إيه. انزين المستعمل امانه عبد المحسن قاعد يقول اخضر داخل اخضر، 911 تيربو عندنا، شوف إيه؟ الجراء شلون اخضر داخل إيه؟ اخضر. اي 991 تيربو. ايه تيربو اللي عندنا اخضر داخل اخضر. ايه اي موديل عبد المحسن كانت؟ اي موديل؟ تتذكر اللايم جولد؟ تعرف اللايم جولد؟ اي لايم جولد. اي زين، اكو تيربو اس 991.1 لايم جولد، داخل لايم جولد باسبريسو، موجوده بالكويت ما شاء الله. لا هذه ال 3.6 انا اللي عندي. مكوش ابو علي، شوف انا هذه لا هذه مالت واحد مسي عليه بالخير، اذا ما اعتقد الحين ريال شويه كبير، ما اعتقد قاعد يطالعنا، بس هذه سياره موجوده بالكويت، نفسها بالضبط، هذا اللون امازون جرين، اعتقد امازون جرين او ويمبلدن جرين، يا امازون يا ويمبلدن جرين. يعني هذه من الالوان المميزه من التسعينات تقريبا طلعت. اي مالت ابو علي، مالت ابو علي مقصي، بس باعها ابو علي. اي ويمبلدن. اي انزين خلنا ننتقل حق المستعمل. انا بشتري الحين تيربو مثل ما قلت. المستعمل 55,000. قبل 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 لا اتكلم عن المستعمل، لابد ان في طريقه معينه بس لو ينتبهون عليه شويه. الوكيل في اي نوع من انواع البضائع والسلع، لما يبيع بضاعته او لما تنباع بضاعته في السوق عن طريقه هو او عن طريق استيراد مباشر من برا، في كل الاحوال وكل الحالات هو لازم انه يكون اغلى من السوق. ابو علي ابو علي ابو علي قرب يا مدريشه، سوي شيء حسافه، موضوع قاعد بس صورتك وايد قاعد تقطع، وايد قاعد تقطع، قرب يا مدريشه شيء. انا مشكلتي ان رافع علي، قول حق ابو علوه ولدك، قول له خف علينا شوي بالنت بعد يا معود، مو هني بيت خالته هو. شو اسمه، في شغله معينه لابد ان الناس تعرفها، اللي هي شنو؟ الوكيل في كل شيء، في كل شيء، مو شرط سيارات ولا غيره، لازم هو سعره اعلى من التجار او الشركات اللي قاعد تبيع نفس المنتج، لسببين. اول شيء الوكيل كلفته لما يبيع اعلى. الشغله الثانيه، الوكيل لما يبيع لابد انه يرفع سعره ويعطي مجال حق اللي قاعد يبيع قنوات البيع تيجي تشتري من عنده، لان هم اسعارهم انزل، هم كوستهم اقل، هم مبيعاتهم اكثر. فاذا انا تاجر
أبيع لحالي، أبيع من نفسي وأبيع بالجملة حق الشركات اللي برا، لازم عشان أخلي الشركات تبيع تشتري مني أكثر، لازم أنا سعري أعلى، أخلي الناس تروح حق هذولات أكثر مني أنا. فهذا في غالب الأحيان السوق بصورة عامة. فني على المستعمل، خلي الواحد لما يدش عند المستعمل في بورش. أبو علي، أبو علي ما أقطع موضوع، أدري موضوعك حسافة أنك طعب، بس لأن صورتك كلش، خل نجدد ونرد ندش مرة ثانية، سكر كل شيء وردش مرة ثانية، وخل نجدد مرة واحدة، نجدد الساعة. أوكي. قبل لا تبلش، قبل لا تبلش، باسمي وباسم كل المتابعين حابين نقول لك يا أبو علي كل عام وانت بخير، وسنة حلوة إن شاء الله، والعمر كله إن شاء الله بالتوفيق، ومن إن شاء الله كل أمنياتك تتحقق. يا جماعة مشينا اليوم انتم بخير صحة وسلامة. أبو علي نبي الكل يقول حق أبو علي هابي بيرثدي تو يو. أنا كنت خاشر بعد حقك، حق الصورة حق العيد ميلاد. صحة وسلامة، مشكورين وما تقصرون. ولحسن حظي وأنا لي شرف أن يوم عيد ميلادي هو يوم إعادة إنتاج البورشة في مصنع زوفنهاوزن. هذا يسجل بالتاريخ. بيحتفلون فيك يا أبو علي، هذا احتفال من المصنع. والله لو بيدي أروح هناك أسوي عيد ميلادي. أي لازم، أي تقص الشريط، أنت تقص الشريط حقك. أي والله. كل عام وأنت بخير. أنت بخير صح السلام. إن شاء الله السنة تتحقق كل أمنياتك إن شاء الله، وبصحة تكون وسلامة وعافية. تسلم تسلم تسلم، وياكم ان شاء الله ويعطيكم طولة العمر حبيبي. والله واحنا نتشرف بعد ان وهو صار عيد ميلادك انت ويانا باللايف بعد. حبيبي ما تقصر، حبيبي ما تقصر. تسلم حبيبي. مشكورين كلكم حبيبي. مشكورين كلكم، ويعطيكم الف 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 عافية. مشكورين. نرجع الى محور حديثنا. ايه محور الحديث. وين وصلنا على موضوع المستعمل وموضوع الوكيل؟ المستعمل بالوكالة. أول اختيار المستعمل من الوكالة. المستعمل بالوكالة دائما، لا الناس تبدي تتحلطون، لا الناس تبدي تقول يا جماعة ترى المستعمل غالي، لا هذا. أنا أقول لك ليش غالي. واحد من الأسباب غالي قصبا عليه يكون غالي، لأن المكاتب الثانية وقسم المستعمل بالوكالة الكوست مالهم يفرق. الحين تعال نتكلم على القاعدة العامة. دائما احنا نقول القاعدة العامة، والقاعدة العامة لها استثناءات. لا تي تمسك علي يقول لي والله شريت سيارة واحد من الشباب أرخص من المستعمل. سيارة واحد من الشباب سيارته ببيته، ما عنده معرض، ما عنده كوست، ما عنده بياعين، ما عنده administration، ما عنده ولا شيء. لما يبيعها لك شنو الكوست اللي عليه؟ انه والله الربحية اللي عليه، اللهم هو يبي يبيع وتبي تشتري انت. كوست المعرض وايد في امور. اولا المستعمل في وكالة او في مركز بورشة الكويت او في اغلب مراكز بورشة اللي في العالم، انزين، تنطبق عليه معايير. من ضمنها دائما السيارة تكون أقل مايلج ممكن من مقارنة بالسيارات الباجية. يعني ما يجيب لك كاريرا ماشية 90,000، ولا كاريرا ماشية 120,000، ولا كاريرا ماشية 60,000. دائما السيارات اللي موجودة عنده يا ماشية 500، طبعا ابتداءً كاعتبار ان السياره مستعمله وفقا للوائح بورشه، ان لازم تكون السياره ماشيه 500 كيلو. فاقل ممشى للسيارات المستعمله المعتمده من قبل بورشه تكون 500 كيلو. تلقاها ب 500 او 3000 او 5000 كيلو او 10000 او 15 او 20، ويبدي بعدين عدد السيارات اللي فوق 20,000 يبدي يقل. تبدي ما تنعرض بالمعرض، موجودة بالمخزن عندهم، موجودة بمركز ثاني.
اوكي، لكن هذه سيارات موجوده عندهم، او انه تكون سياره فريده من نوعها لكن ممشاها وايد عالي، تكون ليميتد اديشن او سبيشال كار وماشيه مثلا 30 40 50 الف كيلو، لا تنعرض لان مو عامل الممشى او الكيلومتر هو العامل الرئيسي، في عوامل ثانيه غطت على عامل الممشى. هذا واحد. الشيء الثاني، في غالب اذا مو كل السيارات، ويصلح لي اخوي عبد المحسن بهبهاني، ان السيارات الابروفد دائما على الاقل من الابروفد ماركت، من الابروفد ادمنستريشن، يبيع لك السياره على الاقل سنه كفاله عليها. سنه صح، على الاقل صح كلام. في سيارات سنه تكون عليها اكثر من سنه، هاي السيارات اللي اكثر من سنه تكون عليها هذه اوريدي تكون طالعه الدليفري تايم مالها مثلا 6 اشهر، فتصير عليها سنه ونص. نعم نعم نعم. الشغله الثالثه اللي هي من مع احترام حق المجتمع، من تفاهات العقليه اللي صبغ وكاله ومعجون وهالسوالف، بالابروفد يحاولون كثر ما يقدرون ان السياره ما فيها نسبه لا لكر ولا نسبه صبغ ولا تكون معرضه لحوادث. يعني المصطلح العامي بالكويت صبغ وكاله. اوكي؟ زين. الشغله الرابعه، السياره فيها سيرفيس هيستوري، وفي غالب السيارات اللي تنباع بالابروفد تكون تسجيلها لما كانت جديده من مركز بورشه الكويت وليس وكالات خارجيه. يعني ما تكون وارد امريكا وتنعرض مستعمل. تكون غالبيا سيارات موجوده في وكاله الكويت ومسجله في وكاله الكويت ولها هيستوري في وكاله الكويت، من بعدها وكاله الخليج، من بعدها وكاله يعني تتدرج الى اعلى شيء، الى ابعد شيء، لكن الاولويه ان تنعرض السيارات في وكاله الكويت. رابع شيء، هيستوري منتظم، ريكول خالص. اذا كان عليها ريكول السياره لابد انه يكون الريكول زين، مسوين ابديت على السياره. هذه اهم العناصر. في على فكره في 111 نقطه يقومون، هذه انا قاعد احطها واشيلها. اي هذه 111 نقطه يفحصون فيها السياره قبل لا يتم القرار هل تنعرض السياره في قسم المستعمل او وما تنعرض في قسم المستعمل. ابو علي يعطونك شهاده بعد، ها هذه بس حسافه تحت وموقعه من مدير الجراج، موقعه ان مشيكين على كل هالامور وهذا الابديت مالها. نعم زين. هذه السياره، هذه كل الاجراءات ما فيها كوست، ما فيها فلوس، ما ولا 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 فاتحينها سوق خيري. لابد ان الناس تقدر هذا الشيء، انه والله الوكاله بالقسم المستعمل قاعده تسوي كذي. لا تي تقول لا قصبا عليها، لا مو قصبا عليها، هذه سياسات قاعد تتبعها علشان تحفز الناس شلون ان الناس تي تشتري من عندهم المستعمل. ما تبي هذه بالنسبه لك تفاهات، هذا موضوع ثاني. روح اشتر من طق بيت باب بيت وتعجبك السياره، قول له ابي اشتري السياره، وروح افحصها اي مكان او لا تفحصها واشترها كيفك. لكن احنا قاعد نمشي على نظم معينه، العالم كله قاعد يمشي على اساسه. اذا انت تتعارض العالم هذا موضوع ثاني. احنا من لايفنا طبعا هذا احنا قاعد نوعي الناس، احنا قاعد نقول المعلومات شلون تشتري سياره كثر ما تقدر تكون مضمونه، شلون تكون سياره مضمونه اذا تبيها مستعمله طبعا، شلون تكون مضمونه. هذه السبل اللي بيقول مثلا وايد غالي ما عنده البادجت مالها، هنا راح نتطرق حق الباب الرابع. اي يعني احنا للحين بدينا بس بالوكالات. احنا لو نخلص من موضوع الوكاله، مميزات السياره الجديده ومميزات السياره المستعمله وشنو قاعد تاخذ من وراء الوكاله. طبعا شوف الوكاله فيهم ناس، والناس مو معصومين عن الخطأ، والإدارة أمانة الإدارة يمكن تخطأ في حالة، في حالتين، في ثلاث حالات، في زبون، في زبونين، أيا كان. بس هذا ما يعم الخطأ على الكل، ما
مو معناته والله حاشت السالفه شخص واحد احنا قلنا لا الوكاله كلها غلطانه، لا غلط. انت حاله واحده حاشتك، حالتين حاشتك، اوكي من 100 حاله انت كم تعد؟ 1-2%، شيء طبيعي. في اغلب الوكالات او اغلب الشركات العالميه قاعد تخطا ما يعادل لغايه 10 ولا 15%، يعني مقابل 100 شخص باعوا اخطاوا مع 10 ولا 15 شخص. احنا النسب يمكن تكون ضئيله. انا مو قاعد ادافع، انا قاعد اعطيك واقع الشركات كلها، انا قاعد اعطيك العالم البزنس بالعالم شنو هو قاعد يسوي، بغض النظر وكاله بورش ولا وكاله لامبورغيني ولا مرسيدس ولا ايا كان. احنا قاعد نتكلم على اساس عام. وانت اذا شريتها ابو علي من الابروف في ميزه انه يعني لا سمح الله طلعت مثل ما انت قلت غلط، صار خطا غير مقصود طبعا منهم، لما تيجي وترجع لهم السياره وتقول لهم ترى سيارتي طلع فيها العيب، طلعت فيها المشكله، ما راح يعاملونك كأنك انت شاريها من برا، انت شاريها من عندنا من الوكاله، كأنك شاري سياره جديده راح يتعاملون وياك، راح على طول يصلحوا لك المشكله هذه. امانه اي عدل كلامك، عدل كلام. انا اعتقد يعني احنا كفينا في موضوع الوكاله بالجديد والمستعمل، نروح شويه نروح الى ابو علي. اي يا اي بقول لك لا يا ابو علي هم غالي، ابي كاين جديد سعره 32,000، بالمستعمل 27-28، هم غالي يا اخي. انا ابي بدايه العشرينات، شلون وين احصل؟ يعني شوف في موديلات معينه. انت ليش انا اسالك سؤال؟ مو كاين، لا مو قصدي بس انه كاين مثال، هذا كان لا مثال. اي مثال على سياره. ايه؟ مثال انت تقصد مثال على سياره المستعمل بالوكاله والجديد بالوكاله الاسعار متقاربه صح؟ متقاربه اي. اوكي قبل لا تيجي تلجا او انه وايد اي كمل. قبل لا تيجي تلجا الى اي شيء ثاني اسال نفسك ليش مقاربين الاسعار؟ هذا واحد. بغض النظر اذا السياره عليها طلب عالي فلا بد انها تقارب الاسعار ما بين المستعمل والجديد، فهذا واحد من الشغلات اللي شويه تعطي تفسير ليش هذا السعر فرق بينه. كاين، كاريرا، كايمن، بوكستر، باناميرا، ايا كان. اوكي على العموم اذا انت مو عاجبك لا بالجديد ولا بالمستعمل انت تروح الى ما برا الجديد وما برا المستعمل. عندك مكاتب التجاريه اول شيء ابو علي قبل المكاتب. عندنا اكاونت بورشه كلاب كويت، عندهم اكاونت في وايد سيارات نظيفه ومو موجوده، ترى مو حاطينها بولا منصه من منصات البيع، موجوده بس موجوده عند بورشه كلاب كويت، تقدرون وتشوفونها. وايد سيارات نادره، ترى نادره ومو موجوده، الناس اللي يبون يبيعونها ما يبون حق شريطي ولا حق مكتب كل شوي واحد، لا يدري انه والله هذيل اهل البورشات، فانا ابي احطها في هذا فنكتب الحين. ضيفوا وايضا اذا تعرفون احد يبي بورشم تقدرون تسوي له منشن عليه، تقدرون يعني انا كنت باغي ابدي في موضوع المكاتب التجاريه اللي برا الوكالات. اولهم بي سي كي اندرسكور فور سيل، هو عباره عن اكاونت وايد متحفظ، وايد يحاول كثر ما يقدر يعرض ينتقي السيارات المميزة، ما يعرض أي سيارة. إذا كانت حتى لو كانت كاريرا عادية فلا بد فيها شيء مميز، يا يكون ترى أعضاءنا بعد أعضاء النادي اللي يبي يبيعها دائما يجينا أول شيء يقول عرضوها عندكم، يدرون إن يعني كي. الناس اللي داشين علينا هم فعلا اللي يبون يشترون البورش، يعني محدد الناس محددين، فدائما يحطونها عندنا والعرض مجاني مثل ما أبو يحيى قاعد يقول. احنا ما ناخذ فيز على العرض صح. ف يعني انت عندك اكاونتات، من ضمن الاكاونتات هو اولهم الاكاونت هذا اللي هو اكاونت النادي، بعدين في اكاونتات ثانيه، بعدين تبدي تدرج في مكاتب. ما نبي نتطرق حق الموضوع بس يعني اقصد انه ما نبي نذكر الاسماء، يعني بحر هم من اكاونتات، من شركات، المكاتب سيارات، كلها انا قاعد اكلمك داخل الكويت بعد ما طلعت برا.
ايه انزين داخل الكويت بس ابو علي معلومه يمكن وايد ناس انا والله وديتها عند الشركه الفلانيه للفحص قالوا لي هذا ما... تعرفهم هذا في نتعب شنو كلهم كذي نتعب ما ادري شنو نتله بالقير نتله بالتبديل نتله بعد مو نتعه نتله ها اي ايش قاعد يقول هذا احس يعني في ناس وايد يقولون خصوصا خواتنا البنات اللي يبون يشترون سيارات روح صف دور وما ادري شنو ونتله شنو يعني نتله وما ادري شنو لا يا جماعه تقدرون اذا تبون تشترون سياره من برا الوكاله مركز بورشة الكويت طبعا انا انصحكم لان انا كل ما اقول حق احد روح اشتر اشوف تعاملهم وياهم تودي حق مركز بورشة الكويت وسعره شويه وايد شويه كم هو 40 برا يسوونها ابو علي 40 لا يوصل لي 95 دينار 95 اي بالوكاله انا خبري حتى اليوم بغيت اكلم ابو عارف ونسيت 60 دينار يعطيك تفاصيل التفاصيل مره واحد تيشن ابو علي ربل المساحه كاتب كم عمر ربل المساحه الجير هو بعدين يشرح لك اياها يقعد معاك الموظف ويشرح لك اياها ترى الجير فيها الملاحظه بس ترى عادي ما راح تاثر فيه بالمستقبل ما ادري الماكينه استهلاك الماكينه ترى هذا طبيعي مثلا يقول لك 85 ترى هذا طبيعي اي يقول لك مثلا عن الاصوات معينه موجودة بالبورش أورد يعني أنا سيارة موجود ال 111 نقطة ال 111 نقطة أبو علي البي دي كي أول ما شريناه في قرقعة وأنت على السرعات الـ 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 يعني لما الار بي ام يكون نازل تسمع صوت قرقعة شيء تسمع صوت تسمعه بالجير يمك فرحت لهم أنا قلت لهم شنو الصوت أقول لا هذا باقي المكاتب ما راح يقولوا لك ان لا والله الجير فيه مشكله هم قالوا لي البي دي كي خشن في اصوات راح تسمع البي دي كي هو نظامه كذي فتروحون ان الفحص اول شيء تروحون تفحصون نصيحه عند مركز بورشة الكويت نرد ونقول شغله واحده كلامك كله عين العقل عبد الله بس في عندنا شريحه معينه من الناس مع احترامي لهم ما يبي يدفع 60 هاي مشكله واخر شيء يبي يدفع اقل رسوم يقدر عليها واخر شيء هو اللي راح يطيح بالحفره اي صح يعني هو صايد الحركه طلع هو مصيود ابو علي تصدق هذا شفت انت لما تجي وتفحص انت بينك يعني البايع اي وياك الوكاله جايب السياره وقت الاستلام يطلع الريبورت الموظف مال الجراج راح يقول لك ترى تكلف بالنهايه هذه الفاتوره اللي تكلف انت هني شوف شلون الترتيب انت تكلم البايع اللي بيبيع السياره ايش بيقول ايش بتقول له اخصم لي او نصها اخصم لي نصها من قيمه السياره شوف في شغله العبد نسيتها انت هم هذه ما الوم المشتري للاسف الثقافه ما تفرض فقط على المشتري حتى على البايع اليوم انت عارض سيارتك للبيع جيت انا قلت لك والله ابي سياره معزم ابي افحصها اي مو مشكله افحص ابي اوديها الوكاله لا حبيبي الوكاله لا زين ليش لا الوكاله تطول يومين ثلاثه انا لا انا مستعجل تبي عربنا الحين نروح لا مع احترامي العبد يوم مو دائما يكون موجود ساعات يومين صح. ساعات ثلاثه إذا زحمة أخذ موعد قل له أخذ موعد قل له زين أنا أخذ موعد أنا بشتري هذا الريال يبي هذا الريال الحين هو تلقى عارض سيارته زين صار لها شهرين بالإعلان طايحة كبدة أوكي يا المشتري قال له أنا معزم بس يقول له معزم يبي يخلص اليوم العصر زين أنت شهرين قاعد ناطر سيارتك ولا حد دق عليك ولا شيء الحين يوم اللي يالك واحد معزم يا اخي طول بالك قل له تبي تفحص وين قال لك الوكاله قل له خلاص انا ودي لك اياها للوكاله وانت روح الوكاله اصلا انا امانه انا اشجع الوكاله ان هي تقوم الوسيط في عمليه البيع والمشترى يعني شلون بدون ادنى مسؤوليه اوكي
تقوم بعملية البيع والشراء. لحد الآن الوكالة قاعد تحاول أن تخلي مسؤوليتها، لا تحط مسؤولية على الوكالة، لكن شنو؟ إذا السيارة تحت مفاوضة لبيع أو مشترى، إنزين، لا تعامل معين. البايع يحط السيارة ويقول شنو؟ إنه راح تنفحص لغرض البيع. تنفحص السيارة في جميع أنحائها، 111 نقطة، بادي، كيت كيت كيت، وتدخل السيارة والتقرير يجهز، أوكي؟ يجي المشتري، عجبته السيارة، يروح يتم عملية الشراء ويحول ويخلص ويجيب دفتره الجديد، يدفع قيمة الفحص ويستلم السيارة بإثبات أنه هو المالك الجديد، أوكي؟ لكن هذه شوية نوعا ما قاعد تسوي، إذا ما تسوي شيء تسوي ربكة. شو اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير أنه أنا جاي بشتري سيارة، بس لو تطول بالك والناس تطول بالهم، لأن أنا أحب أني أشرح بتفاصيل. أنا اشرح اشرح أبو علي. أنا جاي بشتري سيارة، أشتري منك السيارة، بقولك بفحصها بالوكالة، أنت جيت وديتها الوكالة وإحنا مع بعض رحنا، أوكي، وهديناها يومين فرضنا، وطلع التقرير، زين، جاي التقرير شنو سوى؟ يا التقرير قال مثلا كيت 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 كيت، استهلاكيات محتاجه سيرفيس، بس بادي وشاصي وخاليه من الحوادث، خاليه من الصبغ والامور هذه كلها كذي. انت جيت كمشتري، انا كمشتري طقيت بريك، لا اخوي اسمح لي ما بي، زين. يا البايع كان يقول اي انت ما تبي، كيفك، روح ادفع قيمه الفحص، انت اللي طلب فحص الوكاله. هذاك يقول لا، هو لا هو في بالبيعات، انا خبري بالبيعات ان اول قبل لا يودونها يتفقون بالتليفون، شرط الفحص ولا مو شرط الفحص. لا 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 لا، مو هذا المقصد. المقصد في شرط الفحص في حاله ان هي تنفحص ولا ما تنفحص، ومنو يتكفل في الفحص. الحين انت ساعات شو تصير؟ تروح الوكاله تفحص لك شغلات أكثر من الشغلات المطلوبة بين المشتري والبايع، لأن المشتري والبايع عنده تقريبا بدي وشاصي وماكينة وغير أربعة وكهرباء، يعني الكهرباء مع الماكينة، أوكي؟ أي. فهما أربعة إلى خمس. صح، العواد العواد قالها دائما الفحص يدفع المشتري، حتى لو هون أتوقع لازم هو يدفع، حتى لو هون. والله ساعات انا بالوكاله، انا خبري بالوكاله دائما يعني البياعين هم يقولون، مو البياعين عفوا، مسؤولي الخدمه دائما يقولون حق هم يقولون حق الشاري، يقول انت اللي تدفع. إيه الا اذا قبلك على شيء، اقول لك على شيء، انا مشتري انا واحد مو مضبوط، اي اقول كذي اقول لا والله ما ابي، زين تعال ادفع، لا ماني دافع، امشي. شنو المسؤوليه القانونيه؟ يفتح الكارد جوب لما نبي يفتحها بيدخلها، على ما اعتقد تصير باسم الشاري. لا ما يقدر، الجوب كارد ما ينفتح باسم المشتري، الجوب كارد ينفتح باسم صاحب السياره اللي مسجل فيه الدفتر، وما لهم الحق انه يبدلون الوكاله، ما لهم الحق انه يبدلون اسم صاحب السياره الا تي باثبات ملكيه. لا، ما شوف، مسؤوليه قانونيه. انا صارت هاي السالفه عبد الله، والمشتري طق الدنيا بالطوفه وقال حق الوكاله ماني دافع، وروحوا اخذوا فلوسكم من البايع، فاهمني شلون؟ فانا قاعد اقول يعني المسؤوليه القانونيه خلي تصير شويه فيها ريستريكشن، خلي تصير فيها قيود. على العموم اليوم احنا ننصح انك انت تروح الوكاله، لان الوكاله تطلع لك شغلات زياده عن المكان، الاماكن الفحص الخارجيه اللي هي ستامبا عارفينها حق الكل. سياره توها مو ماشيه 100 كيلو ولا 50 كيلو تروح تفحصها برا، يقول لك فيها نتله بالجير ومحتاجه سيرفيس، شنو؟ صح. على العموم هذول قاعد يشتغلون بشيء، واحنا قاعد نشتغل بشيء وايد بروفيشنال، اعلى من مستوى الشركات الفحص الخارجيه. مع احترامي هذول ناس كلش ما يسوى،
الشيء الوحيد اللي انا اروح لهم يا اخي فكني في حصلي شاصي. ليش؟ انا اقول لك شيء، اذا انا بروح اشتري سياره جيب ولا اشتري وانيت ولا شيء، ما اقدر اروح الوكاله وكاله الجيب ولا الوانيت اقول له في حصلي بروح اشتري السياره، فمضطر اني اروح. فانا اقول السيارات الشركات اللي برا قطوا عليهم فقط السيارات اللي وكالاتهم ما تستقبل عشان فحص الشراء، اما السياره اللي مبلغها وقدره اللي محتاجه انك انت تاخذ فحص تفصيلي عنها عشان تعرف كل صغيره وكبيره، عشان تعرف عقب ما تشتري السياره ايش كثر من استهلاكيات راح تضطر انك تدفع، شنو مستوى السيرفيس اللي راح تدفعه، شنو كلفه السيرفيس اللي راح تدفعه. هذا شركه الفحص الخارجي ما راح يقول لك. الوكاله لما تفحص لك السياره ما يعرف اصلا، يقول لك ما اعرف، ما يعرف ايش عرفه، ما اعرف ايش عرفه، راح يقول لك عند العاير اكو جراج هناك روح هو يقول لك ما شنو. المهم فالوكاله لما تفحص لك السياره كلها راح تقول لك اوكي بادي سليم، شاصي سليم، ماكينه سليمه، جير سليم، تحت الكفاله مو تحت الكفاله، السياره محتاجه سيرفيس وكلفتها محتاجه كيت 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 وكلفتها النهائيه كذي، عشان انت تحسب نفسك انه والله انت بعد ما تشتري سياره راح تضطر انك تدفع كذي. برا ما راح يقول لك، راح يقول لك محتاجه سيرفيس، انزين كم؟ ما ادري. انزين بس همك انه مو مصبوغه وشاصيها سليم وغير وماكينه؟ ما انت اذا خذيت السياره باكر بتقطع بتطفي ما تمشي عدل، ما راح توديها الجراج، راح يقول لك محتاجه سيرفيس، راح تدفع 600 700 1000 500. لا تفحص، لا خالد الشابقه يقول معلومه غلط، الوكاله ما تفحص شاصي ولا بادي، بلا ياخذونها يودونها البادي شوب يفحصون. خالد لا تقول كلام انت ما تعرفه. روح البادي شوب وهذا ويهي، اذا ما قال لك هاري هناك انا افحص لك شاصي وبادي، لكن انت تبي توقف كذي وتقول انا بفحص شاصي وبادي وتبي توقف عند السياره، لا ما يصير، خلي السياره عندهم يوم يومين يفحص لك اياه ويفحص البادي يفحص لك كل شيء، كل شيء بحسابه. انا وديك الوكاله، انا وديك. ليه؟ على العموم من زمان على فكره، هذا صار له فوق 13 سنه فحص شاصي وبادي، اكثر من 13 سنه من اول ما اكتشفوا البادي شوب. المهم خلصنا من طريقه الفحص والشركات اللي برا. اني بس في موضوع يعني ودي ان الناس تبدي تنتبه لها، موضوع بس ابو علي بقول شغله حق المتابعين، عقب ما ابو علي خلص الموضوع لا تطلعون، في عندي لكم مفاجاه قويه حدها قويه، بس خل ابو علي يخلص كلامه ونقول لكم المفاجاه. قول ابو علي روح، خبر ها من هناك، الخبر من المانيا. روح ابو علي. في المشكله ان في ناس بالكويت عندها معايير ما ادري من وين طلعتها، ما ادري على اي اساس تاخذ هذه المعايير وتتاثر فيه لما يقررون انهم يشترون هالسياره. واحده من المعايير سالفه صبغ وكاله ومعجون وزلق وتجميلي والمصطلحات اللي والله العظيم انا اول مره اسمعها، وللحين ماني قادر اقتنع بسالفه صبغ وكاله، وماني قادر اتقبل سالفه شنو صبغ تجميلي. انزين لما انا ببيع لك انت يا فلان يلي انت معترف بهالمعايير، ابيع لك سياره انزين فيها ولا، وانا وايد صريح امانه اقول له، يعني انا خلي اقول لك شيء صارت لي سالفه. كانت عندي سياره فوق باب السايق تقريبا 30 سنتي، 30 سنتي فوق باب السايق، يعني بين البانوراميك وبين الباب اكو شويه صبغ، هني كان غصن شيره مزلق الباب، مزلق الصبغ، وانا ما فيني اشوف السياره كذي، فاضطريت شنو صورتها كل مكان
ورحت صبغت المكان هذا بعد مو صبغت السقف كله صبغت هذا المكان وخشيت الصور يا يومها ببيع السياره زين كان يجيني واحد كان يقول لي صبغ وكاله قلت له اي صبغ وكاله بس انا اكون صريح معك يقول شنو قلت له شوف هذا مكان الزلق وانا سابق بهالمكان هاي ليش تقول صبغ وكاله قلت له اي نعم كله صبغ وكاله ومو مدعومه السياره ولا في يعني اكيد الكبر مو اكيد مو دعمه الكبر يعني بذمتك انا منقلب بالسياره ومسلوق بس بهالمكان حاشت هذا وتعدلت ايه كان يقول لي لا اخوي اخوي هذه مصبوغه فيها معجون قلت له زين شوف انا اقول لك اياها امانه شفت الصوره هذه القطعه هذه مكانها امشي خل نروح الفحص تراهن الفحص ما يقدر يصيد المكان كان يقول لي شلون قلت له يلا رحنا مكان الفحص رحنا مكانين بعد مو مكان واحد طلعوا له تقريرين خالي من الصبغ والمعجون قلت له شوف انا لما اكون معاك صريح وشوف هذه شركات الفحص اللي قاعدين تعتمدون وقاعدين تخربون سعر وقاعد تخربون السوق كله مو بس السعر السوق كله تثبت شنو معتقداتكم السخيفة ومعتقدات المكاتب اللي قاعدة تخلق سوق ما مو مبني على معايير معينة ولا معايير صحيحة هذا واحد إنزين جيت خليت مني لا اسمح لي أنا ما أقدر أشتري سيارة فيها صبغ وحتى لو قلت له أنا مستعد الحين أدخل داخل المكتب وأقول له السيارة مصبوغة وهذا لو خل أنا أغير التقرير على العموم هذه سالفة تبين لك إن حتى مصداقية المكاتب زين ما مو ما سوري مو المكاتب شركات الفحص المصداقية مالتها وايد زيرو يعني ما تقدر تصدقهم أوكي في قضايا وايد مشت عليهم وحاولوا إن يكونون حريصين فالمصداقية كل مالها وتنزل على العموم في شيء ثاني لما يبي يشتري منك سيارة ها الله وكيلك إذا حتى البرغي متغير لونها كل برغي بالسيارة له سعر هو حاطة هذا البرغي متغير لونها 500 دينار زين ليش؟ لا البرغي متغير لونه تعال اشتر منه السيارة تعال اشتر منه السيارة مضروب شاصيها مصبوغ متقر مصبوغ دعامية ما أدري شنو باب من لعن أبو خيرة آخر شيء يقول لك لا تؤثر بالاستعمار شنو؟ ويحط لك سعر سياره نظيفه وممشاها وايد واطي زين انت شنو 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 هذا شل عقليه شل منطق هذا اللي قاعد يمشون عليه وللاسف هذيل اللي قاعد يمشون قاعدين يسوون غسيل مخ حق الناس اللي عندهم السيارات زين قاعد يروحون يخلون الناس يفترون مكاتب السيارات ويخلون الناس يروحون يشوفون السيارة بالمظهر الخارجي ولما انت بيبيع مسكين هذا السيارة يبتلش لما يشتريها مضروبة بولش ملقلقة على قولتك بار بنان ومن قدام لورا زين ومبولشها مزهلقها شغل عدل ويا يبيع لك يا بقى اشترها باش اللي تبتي تبيعها لو ترد حق نفس الريال زين شو يقول لك لا اخوي هذه مصبوغه لا اخوي هذه ما ادري شنو لا اخوي هذه ما والله انت شريت ابو علي اويك فيك سياره عمرها 10 سنوات 15 سنه دعاميتها لحيتها مصبوغه يقول لك لا حبيبي 15 سنه مر عليها السياره 15 سنه ابو شد حكي سياره فوق ال 25 سنه يعني الصخر طقات الصخر وانا بالعكس انا مضبط لك اياها انا مضبط لك اياها السياره بدال تروح تصبغها انا سياره فوق السياره فوق ال 25 سنه يي كان يقول ما شاء الله تبارك الرحمن خوش سياره نظيفه مهتم فيها قلت له يبا انا مو مخلي شيء مو محافظ عليها مو يقول لي صبغ وكاله صدق قاعده طالعه كذي ما جاوبته ما امانه ما جاوبته
قلت له ما راح اجاوبك. جاي يقول لي ليش خايف تقول سبق وكاله؟ قلت له لا ماني خايف، للاسف سؤالك خلاني اهون، ماني بايع. طيحك بعيني. لا لا ما قلت له، بس قلت له خلاني اهون ماني بايع. تقول ليش ايش دعوه؟ يعني مو من حقي اسال؟ قلت له لا مو من حقك تسال صبغ وكاله ولا تسال خاليه من حوادث اذا كانت بالعمر الافتراضي. اما تيني بعد مرور 25 سنه تيجي تقول شباب انا مو متحف سيارات اللي والله السياره تلقلق وقاعده على صبغها اللي جاي من المصنع. لا لابد ان انا اجدد، بس ها تعال حاسبني اذا انا داعم بالسياره وقايل لك هي خاليه من الحوادث. اي هذا هو. اما انا لما اجدد الصبغ لا والله بالعكس، اصلا انا سويت لك معروف زين، فاصبغ السياره واعطيك اياها المفروض تقول لي مشكور انك انت صبغت لي السياره، مو تجي تقول والله اسمح لي مو صبغ وكاله. زين هذا واحد. الشغله الثانيه موضوع الاسعار، واللي الحين احنا قاعد يحوشنا والناس قاعد تلاحظه في عينهم زين، لكن ما ادري ليش التجاهل هذا. يعني انت قاعد تلاحظ بين فتره وفتره العبد ما تسمع في اوروبيين بغض النظر هم المان ايطاليين انجليز قاعد يدشون سوق الكويت، قاعد يدشون سوق الكويت وبالاخص البورشات، قاعدين يلمون البورشات ويصدرونهم برا. المحميد عبد الله المحميد مسي عليه بالخير، ما ادري بالدوام ولا مو قاعد يشوفنا، قاعد يقول شوف عيني ثنتين بو هذول ابو اثنين ثنتين بو صفحه دورين هذه ايوه ثنتين كلهم بورشات كاريرات. وين قاعد يقول له وين؟ هولندا هولندا كلهم هولندا مو حرام. تدري يعني شلون يشتري سياره؟ تدري شلون يشتري عبد الله؟ ايه يروح مكتب السيارات يشوف السياره يقول له ممكن المفتاح كم سيارة؟ قال قاعد يشوفنا بو بدر كم سيارة؟ شوف عينك كم سيارة؟ لا هذا شوف عينه هو، هذا إيه؟ شوف عينه هو عيل السيارات الباجية اللي بالمكاتب اللي هم ما بينت. إيه أنا أقول لك شيء، أنا أقول لك شيء، تدري شلون يفحص السيارة؟ ياخذ مفتاح السيارة يشغل السيارة ينفخ فيها نفختين ويوقف يشوف السيارة تطلع دخان ما تطلع دخان زين، يقول ما يخالف فره واحده يركب معاي واحد يفتر فيها فره واحده يرد يقول شراي ولا مو شراي. و 90% من السيارات ها 90% من السيارات يقول انا شراي. يا رجل في سيارات مصطلحنا مشيصه يعني مضروب شاصيها واقفه يا بون ابو علي الهولنديين يقول كبيها عرفت لهم اي الهولنديين يبون قاعد يقول عطنا مشيصه فيها مشكله. تدري ليش؟ احنا نبيها. الالمان لا شوي يبون لا لا شوي لا لا. انظف حتى الالمان قاموا يشترون وش قاعد يقولون حق المكاتب قاعد يسالونهم يبى سياره مشيصه شلون تشتريها؟ يقول لك وذا مشيصه انا هي قطعتين ابدل انا اصلح الشاصي شنو يعني؟ مثل ما الباب يتصلح الشاصي يتصلح، لكن انتم كبرين السالفه انتم اللي مسوينها. انت اذا مشيصه السياره ها اصلا ما لها الحق اصلا قانونيا، اذا السياره مشيصه وما تقدر تمشي بالشارع زين لازم تتسقط لوحاتها وتتحول سكراب. شلون لوحاتها للحين موجوده؟ وين كنت يا الفحص الفني ما تفحص السياره وتشوفها اذا مشيصه ولا لا؟ هم هذا جزء من العتب على الوزاره، وزاره الداخليه اداره الفحص الفني، لما تفحص سياره تقول لك شاصي عوي ولا مو شاصي عوي، اذا هو مو عوي خلاص سياره مشيصه ولا مو مشيصه، المهم شاصيها سليم حتى لو مضروب شاصيها مو مأثره في الاستعمال خلاص خل تمشي القاعده هذه. ليش وقت اللي انا ابيع مشيصه ابيع برخص التراب ووقت اللي بشتري السياره اشتريها لو شنو ما كانت؟ اي فنرد ونقول شغله واحده، اسعارنا اللي بالكويت اللي الناس هم مو عاجبها وهم تقول غاليه، وفي ناس تروح برا وتدش مزادات باليابان وتدش باوكشن بامريكا وتدش باوروبا وتروح تكشخ
في الامارات ولا في قطر ولا في مادي وين، زين، ويشترون من هناك على بنا والله انا اول مالك حقها بالكويت وانا اللي جايبها، ويهد السيارات اللي موجوده بالكويت من رخص سعرها، وتلقاه مكلفته اللي برا جايبها من برا يمكن 4-5 آلاف دينار زياده. ليش؟ صح. والله جايبها من برا، انا مو شاريها من واحد كويتي. ليش والله؟ شو العقليه هذه؟ شو المنطق هذا اللي انا قاعد امشي عليه؟ لا يبا، هذه سياره فانا اشتريها بعدي واحد، بعدي مالك، بعد اثنين، بعد 10، بعد 20، عادي. شنو ما صار شيء، لا هو كفر ولا شيء. فانا اعتقد ان هذا منطق ثاني هم لازم. عندنا في سيارات الظل الكويت هي الارخص، ومن كثر ما هم انشفوا بالكويت وشروا منهم، جزاهم الله خير شبابنا بالكويت، يشتري ويصدر، يشتري ويرد يبيع. زين انت امسك السوق، شرى من الكويت، نشى في الكويت، راح افترع البحرين، راح بعدين قطر، راح بعدين الامارات. يا اخي انا اروح وكاله البحرين او اروح وكاله قطر اقول له عندك سياره فلانيه، يقول لي انتم الكويتيين خليتوا شيء، نشفتوا السوق وجبتوهم عندنا. زين ليش؟ اي والله منشفينهم، واحنا اللي عندنا بعد كان الشباب كلهم قاعد يقولون ارخص سيارات بالكويت ابو علي، صدق بورشات يعني معنا الكويت يعني دوله صغيره، يعني ما في ممشى، مو اوفر، ما في وايد ممشى اللي والله تمشي فيها ولا شيء. الحمد لله وكالتنا اسعارها مناسبه، مو قاعد تضرب الاسعار فوق، يعني مداومين. يعني اغلب سيارات البورش انا قاعد اشوفهم، الاغلبيه وايد منهم موجودين بالوكاله قاعدين يصلحونهم. زين ابو علي، في سؤال على طاري شو اسمه مركز بورش اللي بالكويت، هيريتج تابع للوكاله؟ نعم. طيب تابع للوكاله، وهم فتحوه عشان يبون السيارات اللي مر عليهم 4 سنين واكثر يدشون هناك، مدعومه 5 سنوات، خمس سنوات واكثر يدشون هناك. ليش؟ يقول لك بدل لا تروح تصلحها برا، احنا عندنا هني واسعارها اقل، كنا 30 اب تو 30% خصم، عدل ابو علي؟ على القطع والاجور. مركز هيريتج، هم ليش سموه هيريتج؟ هم يمكن كان من المفروض انه يسمونه بورشه كلاسيك سنتر، بس طبعا كمسمى في يمكن عليه علامة تجارية أو تحفظ على الاسم كلاسيك يعني نوعا ما، فاضطروا أنه يأخذونه من مركز هيريتج أو بورشا هيريتج. ليش سموه هيريتج؟ هيريتج اللي هو الموديلات القديمة، لأن على فكرة أقدم الميكانيكيين والكهربائيين وعمال ومركز بورشا الكويت طلعوا من الري الوكالة وراحوا إلى هيريتج. اللي في الري 3/4 الستاف اللي موجود بالري المانيوال والسكيل أو المعلومات اللي يحتفظونها دائما حق سيارات عمرهم 5 إلى 7 سنوات، أقدم من 7 سنوات يقول لك ودها الهيريتج، بغض النظر كفالة، بغض بس النظر. يا أبو علي ما يلزمونك، لا لا ما يلزمونك، لا لا اي عادي، تبي الري طل بالري. بس أنا أقول لك شيء، إذا أنت عندك سيارة، أنت عبد الله ما حاشتك السالفة، إذا سيارتك من السيارات القديمة اللي هي بداية الألفينات نهاية التسعينات وجيت وديتها في مشكلة، مو سيرفيس، في مشكلة معينة، أوكي، وديتها الري يقول لك إحنا راح نضطر نشيل السيارة نوديها الهيريتج. أنا صارت لي أكثر من مرة، فأنا ما قمت أودي سيارات القديمة الري، أوديها الهيريتج على طول، لأن فعلاً الميكانيكيين والفنيين اللي يشتغلون في هيريتج يعني أيدد واحد، أصغر واحد 15 سنة خبرة، أصغر واحد، والغالبية كلهم من قبل الغزو موجودين، لا ويعرفون السيارات ترى، حتى شو الموظفين نفسهم الاستقبال واللي يأخذون ما شاء الله عليهم كلهم بعد قدم امتياز، كلهم يوسف و اي امتياز ويوسف وش اسمه ذاك اسلام ما شو اسمه ايوه اي اسلام اي ف يعني العوضي شو ما في عروض، مو عارض، هو العوضي مو عارض،
هو هناك اب تو 30% الخصم يكون مو عرض معين. قبل بالهيريتج الحين عشان بس معلومه ان انتقلوا الى مبناهم الجديد والاداره والجراج الجديد، ايام الجراج القديم لما كان موجود لما تدخل بالاستقبال حتى المرشندايزز اللي هم البي اس دي البي دي اس او البي دي اس بي دي اس ايوه والاكسسوارات التكويبمنت اللي موجوده هناك في غالب الاحيان كلها عليها عروض كلها خصم. اكزوستبس خصم، مادي كاربون فايبر هذه القطعه اللي تركب حق الموديل خصم، الفنايل مش عارف ايش خصم، انا دائما اروح اشتري من هناك. ابو علي انت تيجي تقول هم شويه اغلى من السوق، شويه ترى الهيريتج شويه شويه مو وايد اغلى من السوق. يا رجل ولكن شنو أغلى تو حتى الوكاله، هذه وكاله هي هذا تو المحميد تو شنو قاعد يقول؟ تاخذ شيء غالي، تاخذ كفاله مبدل اكسات عندهم، اعطوه كفاله سنتين جراجات يعني اذا ما قصر وياه، اذا ما قصر وياك يعطيك 6 اشهر، هذا يعني مضبطك. يعني انا اعتقد اللي قاعد يسوونه هناك وكاله هذه مجبوره، في شغلات مجبور انه هو يسويها وفي شغلات. يعني انا اقول لك شيء، اليوم اعتقد اذا ماني غلطان من ضمن المانيوال، اذا نبي نضرب مثال عليه، من ضمن المانيوال انك انت تبدل دهن تبدل سفايف اماميه او اماميه وخلفيه في الوكاله، تبدل دهن البريك صح برا انت ملزوم برا يصبه ويرد مره ثانيه يحط لك اياه. لا ما يصبه عادي، يطق هذا الهوز يسكر عليه يبدل السفايف ويرد مره ثانيه يركب، ما نقص الدهن ولا شيء، توكل على الله. 20 دينار 200 دينار والله شفت الفرق. اي حبيبي، اول شيء هذا الريال شغله وقافي زين، نبدل لك السفايف خلال نص ساعه، هذاك شغله النظيف يبطل براغي يشيك عليها. انت شايف جراج برا، انا ما قاعد اطيح من سكه الجراجات، شايف جراج برا يبدل ويرد يسكر البراغي على تورك؟ ماكو جراج يسكر على تورك. انت تدري كل برغي في السياره لازم يتسكر على قوه معينه؟ من يعرف؟ احنا عندنا ينطر لما قبل لا ينكسر البرغي يشد عليه، اللي ولا لو شنو ما تقدر ترد تبطله. وبعدين قاعد تقارن هذا مع هذا، قاعد لا واحد طبعا قاعد تقارن واحد يحط طاسه تحت السياره ويبدل لك الدهن، ولا قاعد تقارن على سياره يحط لك اياها على جيك بكل نظافه ينظف لك سياره جيك على الفلويد؟ زي ما هذا ساعته غير عن هذا ساعته. واحترم سيارتك تحترمك طبعا. انا شنو قلتها من البدايه؟ احترم سيارتك هي تحترمك. صح، فدائما الناس لا تبخل على السياره، لا تيجي تقول لا هذا انطر عليه، لا هذا انا بدله برا، هذا لا انا بدله ده. لا، انا وايد ناس ما عندهم بورش، امانه اتكلم فيها باللايف، حتى ما عندهم بورش، عندهم ماركات ثانيه، يوني يسالوني يقولون لي رنجي مزلوق، رنجي متعور، وين ابدله؟ وين اصلحه؟ اقول له روح بادي شوب مركز بورش الكويت، هم يبدلون لك اياه، سوري هم يصلحون لك اياه ويصبغون لك اياه ويردون لك اياه جديد. اي بس غالي، قلت له بس غالي بس مضمون، ما تروح دوار الاكسجين بدون ابو علي. بدون لا بدون المحلات. انا رديت محلات، قلت المكان هناك، انا قلت المكان، ما تروح شويخ عند دوار الاكسجين وتروح تدش لك محل وتقول له اخلط لي الرنج ولا صلح لي الرنج ولا مش عارف ايش. محلات هناك ايش كثركم؟ تبي تروح روح، بس انا ما اقارن هذا المحل في الماكينه اللي قاعد تصلح فيها مركز بورش الكويت البادي شوب اللي قاعد يسوي. انت لو تشوف تدري ابو علي الرنج هذا بعد خلنا نذكره قبل لا نختم. الرنج كل وكالات الكويت، وانا سال مو وكاله بورش، وكاله ثانيه سالها يقول احنا الرنج اذا نبي نصلحه نوديه وكاله مركز بورش الكويت.
تدريب هالموضوع، المودي البادي شوب هناك عندهم اكثر ماكينه تسوي اكبر جهاز واكثر جهاز متطور حق تصليح الرنجات. نعم نعم ادب ادب اي 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 فيعني ترى احنا يعني انا شخصيا احنا ما نجامل، احنا ابو علي احنا مو قاعد نجامل، بس هذا احنا نبي اللايف ستايل شلون يصير مالكم. لا تتعبون مع سيايركم، لا 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 يعني لا لا ان تسوون غلط بعدين لا سمح الله تندمون عليه. فاحنا قاعد نعطيكم الخلاصه. اي يعني يعني في شغلات، في شغلات انا احس انه احنا ذكرنا جزء منها ويمكن من اهمها. في وايد في وايد في وايد نقاط ما ذكرناها بديهيه، هذه ما لها داعي ان نذكرها في قرارات الشرع. بس اهم شيء انك انت تحاول لا تتاثر. انا دائما اقول لما انت بتقرر انك تشتري اي سياره لا تتاثر في اللي دار مدارك. لا تكون العوضي وانا العوضي كل الرنجات يصلحونهم، مو بس الوكاله، مو بس يعني في قاعد اقول لك سيارات ثانيه، سيارات ثانيه وكالات ثانيه يجون يصلحون عند بورش، مو سالفه بس افتر ماركت ورجال ترى على فكره كلهم. عبد الله اقول لك على شيء، الصبغ والحداده مال بورش من سنين، من فوق 25 سنه، يمكن انا اتكلم من بعد الغزو من التسعينات الى غايه اليوم، لو تودي لهم بنتلي صبغوا لك اياها. صح. لو تودي لهم مرسيدس، لو تودي لهم فراري، لو تودي لهم اي ماركه ثانيه يصبغوا لك اياها، ما يقولوا لك لا احنا احنا بس مكتفين في بورشه. أمانة في وايد نقاط احنا ما تطرقنا لها ولا قلنا لها. احنا قلنا اهم النقاط، واتمنى هذه النقاط كل واحد ينظر لها، يعني يحطها بعين الاعتبار باول اولويات المعايير اللي لما يقرر يبي يشتري سياره. وانا اضمن لك اذا انت حطيت هذه المعايير قدامك ودرست عدل راح تكتشف قرار الشراء وايد قرار سهل، لا هو قرار صعب ولا هو ولا تتردد بالقرار ولا راح يعني ولا راح تتحسف ولا راح على قولة الشباب تندتش او تتوهق بسياره ولا شيء. خليك انت سيده، وخر الخزعبلات اللي المجتمع قاعد يخلقه. زين، خلي القيل والقال، انت مقتنع بشيء معين امشي على اساسه، لا تطلع عن المجتمع، لا تطلع عن المعايير هذه وتسمع كلام فلان شنو قاعد يقول. وهم في نقطة ثانية، تعال عبد الله، شنو سالفة، شنو سالفة انه والله سيارة معروضة اي مالت ولد فلان اللي شراها من هذاك فلان واللي شراها من هذاك، لا تشتريها ترى مبيوقة، ولا لا تشتريها ترى محسر فيها، ولا لا تشتريها ترى داخل فيها الحلبة. وبعدين يعني لا ما انت راح تفحص السياره، ما انت راح ما راح تشتري سمك بالبحر، راح تفحص. صح. راح تتاكد. وبعدين يعني لا لمتى لمتى الشباب كل واحد منهم يمثل دور ابو العريف اللي هو يعرف السيارات كلها، اعرف هالسياره من له ومن له. وبعدين اوكي وشنو الفائده انك انت عرفت هاي سياره منو، هاي سياره منو، هاي سياره منو؟ هذا اللي يخلق على سالفه موضوع شنو، موضوع كل واحد يبي يسكر رقم لوحه سيارته، لان التفاهات المجتمع اللي قاعد يمشي على اساسها. شوفوا سياره فلان معروضه ولا سياره فلان معروضه، وبعدين يعني لوحه سياره فلان ولا غير فلان. الله يعافيك ترى انا عارف سياره بس لا تقول حق احد. ليش؟ ليش اليوم صار عرض بيع سياره، سوري بس كنا عار، ترى مو عار هو. صح. عرض سياره بكل فخر، حط اللوحات، حط كل شيء. اي نعم هذه سيارتي، اي نعم انا مسوي كذي، اي نعم انا مسوي كذي، اي نعم انا كنت شاريها. ولا يرفع عليك تليفون سيارتك اللي عارضها مو هذه اللي خذاها فلان وعلان. زين اوكي خذاها فلان وعلان، انا بتزوج السياره بناسبك. انا ادري والله يعني والله يعني ليه متى العقليه هذه؟ ليه متى العقليه اللي قاعد تمشي فلان ولا علان شرى ولا خلص وراح ورد؟ انت بتشتري هذه السياره، والله هذا فلان حسر فيها، والله هذا فلان. انا بالنهايه راح افحص السياره. سوري في شخصيات معينه يقول لك اللي بينه وبينك الفحص.
إيه في شخصيات معينة بالمجتمع يمكن تكون معروفة، لا تأخذ سيارات فلان، ترى من بعده السيارة ملعون خيرها. يا سلام، ما أنا بفحص، إذا والله اكتشفت في علامات إنه ملعون خيرها ما راح أشتريها، وإذا ما اكتشفت فأنا راح أشتريها خلاص، معناته الريال محسر فيها بس شنو محافظ عليها. إذا أنت بنظريتك إنه هو محسر فيها، فاهم شلون؟ ولو إن أنا ما اعترف بشيء اسمه محسر فيه، محسر فيها اذا هو قاعد يكسر السياره وما يصلحها، لكن اذا هو ركلس درايفر، اذا هو مستهتر بالسياقه وما قاعد يحافظ على السياره، اي والله هذا موضوع ثاني. لكن بالنهايه الفحص هي النقطه الحاسمه بين المشتري والبايع. انا ما همني منو هذا، فلان ولا علان، اشتر سيارة فلان ترى ما يطلع فيها إلا للديوانية ويرجع. وبعدين والله يا أبو علي صراحة عطيتنا وايد معلومات حلوة، وأتوقع الحين كل واحد يطالع اللايف مالنا راح يدش ويشتري السيارة وهو عارف وحاطل اللستة والأمور كلها طيبة إن شاء الله. ويا جماعة اللي ما لحق على اللايف مالنا ما شافه، لأن احنا ساعتين دشينا بالساعتين الحين، هذا الحين انا احط لكم اليوتيوب مالنا، راح ان شاء الله اول شيء اشتركوا فيه، سووا له سبسكرايب وحطوا علامة الجرس، دوسوا عليها بس عشان لما نسوي الابلود حق الحلقة تكون نازلة عندكم. راح تشوفون وايد بعد حلقات احنا مسوينهم. في واحد وايد سأل هالسؤال، اعتقد يمكن اكثر من مرة، ليش الالمان والهولنديين يحبون 997 تيربو؟ جاوب عليه ابو يحيى، جاوب عليه ابو يحيى، الشباب جاوبوا عليه، اي المحمي جاوب عليه وابو يحيى جاوب. اتمنى عليه ان الشباب يجاوبون عليه، بس سامحنا ما جاوبنا لان لهينا بالموضوع. اي والله قاعد يشوف بعد ابو باسل هم داش ويانا، مسي علينا بالخير حبيبي ابو باسل، هلا هلا يعطيك العافيه. اي وبالنسبه حق المفاجاه اللي انا كنت بقول لكم اياها، طبعا شفتوا سالنا تقريبا امس، سوينا الافترنون الساعه 4 تقريبا العصر مع بورشة كلاب قطر، سوينا ريفيو على التايكان مع أخونا خالد الرميثي، كان عنده التايكان التيربو اس، وبعدين عقبها طبعا أنا وأبو علي أيضا فصفصنا بالمواضيع وتكلمنا عنها زيادة وعن مواصفاتها. الحمد لله زكريا دشتي طبعا رئيس نادي بورش الكويت خاطب بشكل رسمي شركة بورشة الأم، وقال لهم ان احنا نبي نستضيف احد من عندكم لايف انستغرام يكلمنا ويعطينا التفاصيل اللي احنا نبيها واللي احنا بنسالها اياها، نبي يعطينا التفاصيل. فالحمد لله اليوم جانا الاجابه طبعا، لان احنا نادي رسمي، النادي الرسمي الوحيد بالكويت، فعطونا الموافقه وقالوا ان شاء الله الاسبوع الجاي او يوم الجمعه الجاي ان شاء الله راح تكون الحلقه مع البي ار مانجر مال البروجكت كله، مال البروجكت السيارات الكهربائيه من بورشه. الحمد لله اي نعم، من بورشه اي جي اللي هي شركه بورشه الام. فان شاء الله ترقبوا يوم الجمعه الجاي من الحين، ها قاعد اقول لكم يوم الجمعه الجاي على ابو يحيى الساعه 11 عدل نفس موعدنا. ايوه الساعه 11 يوم الجمعه الساعه 11 مساء نفس موعدنا راح يكون لقاء مع بي ار مانجر الكتريسيتي ديبارتمنت بشركه بورشة الأم. فإن شاء الله حيل متشجع، اللي عنده أسئلة يا جماعة من الحين يذهب الأسئلة، عشان إن شاء الله أنا أعطيته 5 أسئلة كذي على البراد قطيتهم على أبو يحيى، قلت له أنت عاد تسأله، فاللي عنده أسئلة، لأن الشخص اللي راح يجاوب عليكم هالأسئلة هو الموضوع عنده، كل شيء عنده إن شاء الله. والله يعطيك العافية يا أبو علي، ومرة ثانية نقول لك كل عام وأنت بخير وسنة حلوة يا جميل حبيبي. مشكورين كلكم حبيبي والله. مشكورين يعطيكم الف عافيه، ونشوفكم ان شاء الله على خير. شكرا على تفاعلكم اليوم، الله يعطيكم العافيه، على صراحه تفاعلكم اليوم كان وايد وايد حلو، ونبي كل يوم ان شاء الله يصير كذي التفاعل. نشوفكم باكر ان شاء الله نفس الوقت الساعه 11 مساء، نشوفكم على خير.